ما هو الإسلام؟ الإسلام هو أن تسلم لله، لا تتدخل، لا تقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات. أنت مسلم تسلم، تقول آمنت، صدقت، سلمت، أعمل. الإسلام يتسكح قلوب فيه نبع الله تعالى جوته سوته سعود الله يكوي جنكو جميل والمطو يكي جنكو بسمي سوته دورك نبعين هم تعجان سوله أبقى يبسي أقول فيه نبع الله تعالى الإسلام. تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. ولابد تنقاد، مسلم لابد يعمل، مسلم إذا جاء وقت الصلاة لابد يصلي، ما يقول أنا لا أصلي، لازم مسلم لازم تصلي. ولابد أن المسلم يتميز عن الكفار. لا يمكن أن يلبس لباس الكافر. لا يمكن أن يعتقد أن ما عليه الكفار هو حق، لابد أن يعتقد أن ما عليه الكفار هو الباطل. ويقول هذا بلسانه أنه مسلم ليس بكافر. نعم.